والسلام على رسول الله عليه الصلاة عليه والسلام. الصلاة والسلام. مسألة بيع الكلاب، الجمهور على أنه لا يجوز بيع الكلاب، سواء كانت للحراسة أو للصيد، للحراسة أو لغير ذلك، فالجمهور على عدم جواز بيعها، واستدلوا بأحاديث النبي عليه الصلاة عليه الصلاة والسلام، والسلام. منها نهى النبي عن ثمن الكلب، ومنها ثمن الكلب خبيث. لكن هناك من أهل العلم من أخذ نظر إلى أحاديث للنبي عليه الصلاة والسلام، منها حديث رواه الترمذي عليه رحمة الله، نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن ثمن الكلب إلا الكلب المعلم، وإن كان الإمام الترمذي أعله، لكن هناك من أهل العلم من حسنه. وأيضا الورد في سنن أبي داود، نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن ثمن الكلب إلا كلب صيد، وإن كان برضو أبو داود أعله، لكن من أهل العلم من حسنه. والإمام الطحاوي إنه الحنفية يجوزون بيع الكلاب، كلاب اللي هي تستخدم. هو عزك الله، هو ده شكله، هو ده شكله، هو قريب من شكل، يعني هو ما فصيل بين شكل عزك الله الكلب والذئب. هو في الاخر كلب، هو ما اعرفش، هو ما كلب، هو زي مهجن كده. ايوه هو في الاخر كلب، طالما كلب يبقى له حكم، له حكم الكلاب. فنيجي اللي يبقى الجمهور على عدم جواز بيع الكلاب بكاملها. هناك فريق من أهل العلم قالوا إن هذا كان قبل النسخ وقبل الاستثناء، واستثنى النبي عليه الصلاة والسلام الكلب المعلم وكلب الصيد وكلب الحراسة. والإمام الطحاوي وهو من طبعا إمام من أئمة الحنفية، لأن الحنفية على جواز بيع الكلب المعلم وكلب الصيد، فقال إن هذا النسخ يبقى على عمومه إلا فيما استثنى المشرع. فالمسألة يعني إيه؟ طب على لو حكي لي الآن إن هذا الفصيل يعد من عزكم الله من كلاب الحراسة، يعني ايضا يدخل في الحراسه، فيكون مستثنى. ما هو هيدخل، ما احنا قلنا الحكم القاعدة على العموم، فهو على العموم حراسه صيد، يبقى عندنا راي الحنفيه وما ذهب اليه الصيد ده اللي هو المعلم. ايوه، مش الشوكاني ذهب الى جواز بيع كلب الصيد والمعلم، والالباني انتصر ايضا لهذا، فان كان بهذا التوصيف فهو جائز فمن اهل العلم، والا فيحرم. وطبعا الابتعاد عن الشبهات.